ايه بالمناسبة يا ذي خويا جيت نلقاكم. شنو هي الريقة ذي يا حبيبي؟ هذا فول مصري يا خويا. وريلي في ذيك فول مصري. هذا مش كيما اللي يبيع فيه القرات. راه كل واحد كيفاش يعلف الكبش، وفما اللي مفلق وفما اللي منفخ خويا، كل واحد شي يحب. اي نجا بل كان نثبت، وانا معناتها مازلنا كتخلنا الغرام، كي نمشي لتونس معناتها للمخازن في تونس نلقاهم ينفخوا خويا في الفول هذايا، وكل كبش كيفاش، وكل واحد كيفاش يحب يعلف. راه فما اللي يعلف المفلق الشايع، وفما اللي منفخ خويا. واضح هذايا الريزلتا نتاعو حاجه واو. هاك ريت خويا الكباش نتاعنا من عبوده للامارات الشراره، نفس العلفه خويا، نفس العلفه ونفس الطريقه، والطريقه ذي مشات معاهم خويا، كملنا معاهم بالحكايه، نجحت بالكدا بالكدا خويا، بالكدا بالكدا. هذايا كيفاش شني كيفاش تعمل هذايا؟ هذايا خويا تغرب اللي تصفى ينظاف، تنحى منه الغبره الوسخ نتاعو كله. ايه يبقى نظيف، يتحط خويا يتنفخ. من غدوه كان عشنا نجيبوه نسكتوه خويا في الغربيه. يتخذيه من المالح هذايا ولا شنو؟ لا هذايا تشريه خويا من عند فلاحه، من مش موجود معناها عند العباد العاديين. لا لا فما، اما شنو يبيعوه كنش معناتها اللي يبيعوه في العلفه. فهمتك. فما المفلق اللي ياخذوه مفلق، وفما اللي ياخذوه كعب خويا. هذا لازم يتنفخ ما يتاكل الشاي حا هكاك بتبيع باش تطرى الكعبه، تعاون الكبش حتى في التعظيم كي بدا يكسح في الجره اخويا، يتعاون وتبدا تري الكعبه، ما تبداش معناتها يبس على فمه وكاسها عليه اخويا. اي صح، هذه حاجه جارانتي، حاجه جارانتي اخويا. كي تشوف لك ليش وما زدتش تشوف لك ليش خويا، تشوف خويا. واضح واضح هذه اخويا. انا احنا نمشيو بها مع كباشنا معناتها بالتجراب الحكايه، موش كلام ويل متك بيشت، ومشيت معاهم صح. عادي ما تجيش معك باش اخرين عادي، واضح كل كبش خويا وطريقته وكل كبش. اما كان مشيت مع كبش ري حاجه مزيانه برشا، اوكي مغروم يحب يجرب خويا ما فيها باس. مشيت مع الكبش حاجه ما مشيتش خويا، وكل واحد وطريقته بالعلفه صح. واضح